أسبوع حافل بالنشاطات والمفاجآت داخل الأكاديمية. إليكم أبرز العناوين. مظاهرة داخل الأكاديمية. الفاي مش نازلين. كلنا بكرة نومينيل. افتتاح مطعم عباس وعلي. جميلة. طلع خلاص. يمكن نجيب هايدي خارج الأكاديمية للتسوق والاستمتاع بشمس بيروت. الناظرة درة توزع علامات منتصف الفصل. صفر على 20، واحد على 20. مدام ميري ترقص الروك اند رول. إيقاعات الطلاب تهز الأكاديمية مع ألبير بوياجيان. إيهاب يعاني عدم رد الأهل على الهاتف. طب ليه ما بيردوش؟ أنا عايز أكلم أهلي. طب هما ما بيردوش. شانتال وعلي سنة أولى غرام بالفرنسي. جتام بوكو. موا أنكور بليس. هي كده فهميها. الإيفال الأسبوعي عبر الهاتف. ألو إيه خي تانيوس؟ لا منش بالمستشفى بالحبس هالمرة. أنيس فوق سور الأكاديمية. في عالم برا. تلك كانت أبرز أخبار الطلاب في الأكاديمية. أما الآن فالمسرح كله لأغانيهم.